لغة القلوب، لغة قواعدها الألوان لا يتقنها ولا يعرفها إلا من أتقن مفرداتها. في جولة مع العاشرة مساء سنتعرف على خبايا وأسرار الورود وأشكاله وأنواعه. الورد بقى بالنسبة لك أنت إيه؟ أنا بحبه جدا، واخداه هواية على فكرة. أنا لسانس حقوق وبحب شغلتي، بس أنا عندي أهم حاجة، أهم من أي حاجة، الورد. اللي اختلف الأحجام، زمان كانوا يحبوا الأحجام الكبيرة، دلوقتي الحاجات البسيطة. هو بتفرق مناسبة عن مناسبة، مناسبة حد بتحبيه وحد عايزة تعبري له عن حبك أو يعجبك بيه، أكيد يعني الورد يعني أكتر حاجة وأكتر طريقة بتعبر اللي أنت عايزة تقوليه. هو يقدر الزرع دوت يقعد في بره المية وقت معين؟ لو قعد نص ساعة بيبوظ. في ناس بتحط سكر، ده غلط برضه على الورد. في ناس بتحط كلور، الكلور ده برضه غلط على الورد، غلط جامد. حاجة اسمها أويزس. بنبدأ بقى نحط فيه بقى الزهر بقى يمين وشمال، أهم حاجة يكون منسق. لو تلاحظ حضرتك تلاقي شايفة الزهرة دي جاية منين؟ جاية من ورا متنية كده. يعني كل حاجة لازم تبقى منسقة، مينفعش أحط حاجة هنا وأحط حاجة هنا مش حاجة وخلاص. دايما الشباب يحبوا أبيض وأحمر، بيحبوه جامد أوي. يعني في بقى اللي هو في مناسبات تاني، أنا مثلا حد مريض فيبدأ يبعت له ورد، فلازم ياخد له حاجه، ما ينفعش ياخد له هاند، ما ينفعش ياخد له هاند بوكيه، حاجه بتتمسك في الايد. لازم ياخد له حاجه ليها قاعده بحيث ان هي تتحط جنبه، حاجه ليها ريحه حلوه. لازم يعني كل حاجه لازم تبقى منسقه مع بعض. الورد دي لغه خاصه، حتى لو واحد مش فاهم او في لغات مختلفة او من بلاد مختلفة، دايما الحاجة المشتركة يا اما المزيكا او الورد. في كل وقت ملوش اي ميعاد خالص، بالعكس ده لما بيجي في ميعاد غير يوم الحب اصلا بيبقى ليه ذكرى وبيبقى ليه يعني لذته حاجة تانية خالص عن يوم الحب اللي هو العادي اللي الناس بتجيب فيه اي حاجة. الزهرة دي زهرة الانتوريوم، تمام؟ في ده اسمه جلاديولاس، ده جلاديولاس الابيض ده. في الاحمر ده ورد بلدي، ده جلاديولاس برضو بس اخضر والكلة، وده ورد بلدي، ودي خضرة بقى سلومي مع فجير. المهنة دي اتعلمتها لان العمارة اللي انا كنت ساكن فيها وكانت جنب في وسط البلد، وكان فيها خواجات اصلا بيعملوا بصناعة الاحذية ودباغتها والقيام بتلميع الاحذية. فيهم واحد كان يحمل رسالة الدكتوراه كمان، وكان قاعد على كرسي ويصلح الاحذية للأسر المصرية اللي موجودة داخل وسط البلد. درس الجلود ودباغته، وعشان كده أنا بعرف الجلد ده عايز إيه وده عايز إيه وده عايز إيه وده عايز إيه، زي ما أنتوا شايفين كده. احكيلي كده، بتبدأ من أول ما تمسك الحذاء بتعمل زي ما أنتوا شفت كده. أنا لازم أغسل الحذاء، ودي مادة معينة أنا بغسل فيها بيها، تشمل على جرسلين عشان الجلد يبقى طري. مواد تانية بتنظف لي، إذا كان في بعد زيت، بعد شحم، بعد مش أي حاجة من الدهنيات والزيوت، فبتشيلها لي. بعد كده بنشف الحذاء زي ما حضراتكم شفتوا وبان في التصوير، إن أنا بعد كده ببتدي إن أنا أنشف الحذاء وابتدي إن أنا أديله إذا كان محتاج صبغات، والصبغات اللي أنا بستعملها صبغات دباغة كلها، ما بستعملش صبغات مائية. الجوانت ده اللي أنا بشتغل في مواد كلها كيماوية. حاجة تانية بيبقى فيه عرق في دين في الأحذية بتاعت الناس، فانا لازم احافظ على ايديا من كل الكيماويات والحاجات دي كلها. انا هقول لكم على حاجه بسيطه جدا يا جماعه، هل تعلمون ان الصندوق ده تبرع لتحيا مصر؟ ادي الايصاله اهو. ما بيستغربوا بس بطريق في طريق الشغل، يعني ناس بتقول لي ايه اللي انت بتعمله ده وبتعمله ده، انا صراحه بقول له طب حاضر اتفضل امسحها له واتفضل، ومعلش دي اخر مره تيجي عندي، بس صراحة لأن أنا عايز الشعب يفهم. ما تسألش، خليك في تخصصك، سيبني أنا أعمل، إن دي أمانة معايا قبل ما تكون في جزمتك أنت، فسيبني أشتغل. أنا خدتها بعد تعب وعرق ومجهود وتعلمتها كويس قوي،
فما تجيش تقول لي ايه دي واعملها كذا. وكمان الموقف اللي يجي واحد يقول لي انا عايزك تعملها لي كذا وتعملها لي كذا، يا عم خد علبه الورنيش واعملها في البيت وما تتعبش اعصابي، انا قاعد في السن ده اعمل الحاجه بنزاهه وجمال وبمتعه، فما تتعبنيش معاك. انا سافرت كتير الحمد لله، ربنا فض عليا ان انا قريت كتير الحمد لله، يعني قريت كتير، قريت للعقاد وطه حسين والبير كامي وجان جاك روسو وسيمون دي بوفوار وسارتر واندري جيد واندري مروا، وفي اندري جيد الباب الضيق عظيم جدا يا ريت الشباب يقروه، وشكسبير ده شيء طبيعي يعني، حتى لان انا درست في فرنسا سنتين مسرح في الكوميدي ريفرسي وكان جميل راتب موجود هناك، وكان معايا عبد العزيز مخيون الواد العظيم اللي السينما ناسياه. اول قصيده اتنشرت ليا في جريده القاهره وكانت بعنوان حيره، حط الايد على الخد ساكن في عينيها السهد مش شايفه في ليلها الغد مكسوفه تشكي الحد. انا كاتب لحد دلوقتي 50 قصيده، ويكفي ان الفيلم اللي انا عملته شافه هاني شنوده وكتب عنه مقاله في منتهى الجمال اسمه ستر الحياه، وانا اللي اخترت له الاسم. انا بصحتي والحمد لله، وكفايه ان انا فيا صح ان انا اقوم واصلي فرائض الله سبحانه وتعالى. نفسي ان مصر تكون وهتكون باذن واحد احد اعظم دوله في العالم، بس شعبها يخلص لها. رضا الرب عليا، وانه يديني الصحه لاخر يوم في عمري ان انا ادي فرائضه ويحسن خاتمتي.